البلد دي مليانة خير، بس محتاجة رؤية تعرف إن الخير طريق والعلم طريقة. نعمل بقى شوربة سمك وجمبري بالبطاطس. نقول مكونات: مية، كريمة لباني، دقيق، ثوم، ذرة حلوة، بصل، جمبري، بطاطس مسلوقة وسمك فيليه. هنبتدي بحلة على النار، وهناخد البصلتين الحلوين دول. البصل ده غير البصل اللي موجود دايما، ده البصل الاسباني الابيض، ده البصل ده مسكر شويه، فعشان كده احط بصلتين. لو كان بصل احمر او بصل الاصفر العادي بتاعنا كنت هحط بصله واحده، عشان الطعم ده اخف كتير من طعم التاني. هنقطعهم اربع ارباع بس، مش اكتر من كده، وعلى النار هو هيفك لوحده خالص مع شويه الدقيق. وبعدين نبتدي ايه، نحط بقيه المكونات. نحط زيت نباتي او زيت زيتون اللي يجي قدامنا او اللي بنفضله في البيت. نحط معلقتين كبار، والبصل على طول لان انا سايب الحله بتسخن على النار. حلو قوي. هاخد معلقه واحده من الدقيق صغيره علشان اتقل بيها الصوص. نخلي دي جنبينا كده. نجهز الثوم، نشيل الحتت الزياده، هقطعه تقطيع مش كبير، يعني مش صغيره قوي. نبتدي نقلب البصل. طبعا البصل زي ما قلت لحضراتكم، البصل ده فيه طعم اكتر وريحته هتلاقوه مختلف. لو لقيتوه، لو ما لقيتوش، نستعمل بصله واحده من البصل العادي، وما بيستحملش نار كتير. لو خدتوا بال حضراتكم ابتدى لونه يبتدي ياخد اللسعه دي كده على طول. ويبقى الثوم، ومعلقه دقيق صغيره، في معلقه صغيره، في معلقه صغيره، ده بس عشان يتقل الموضوع شويه، يتقل الصوص او يتقل الشوربه شويه. وبعد كده نقطع السمك. خلي دي عشان نستعملها في الخضار، ونقطع بسكينه ثانيه حتت كبيره، مش عايزين نقطع يعني الاربع حتت دول، يحطوا قطعوا قطع كبيره كده. قلب أربع قطع السمك. نقرب الجمبري. هيبقى فاضل عندنا الكريمة اللباني والبطاطس، دول هيبقوا آخر حاجة. آسف، الكريمة اللباني والذرة الحلوة دول آخر حاجة يتحطوا، علشان دول البطاطس دي مسلوقة مش محتاج حاجة خالص. محتاج بس دلوقتي إن أنا السمك ده ياخد لسعة كده لذيذة. ناخد بقى كده البطاطس مسلوقة، افتكر كويس قوي، بطاطس مسلوقة، علشان لو ما حطيناهاش مسلوقة مش هتلحق تستوي مع وقت سوى السمك والجمبري او مع وقت سوى الشوربه. وكل بقى اللي بيحصل بقى بيلزق تحت في الحله، ده جميل قوي. انا محتاج الحاجات اللي بتلزق دي، لان هو ده اللي بيدي الطعم. ناخد شويه من الشبت، عندي شبت هنا كده، عشان يعني شوربه والشبت بيدي فيها طعم جامد قوي. كده بقى عندنا الكريمه اللباني والميه. حط كريمه اللباني الاول، دي نص كوبايه. تغلي غلوه كده تطلع لي بقى كل اللي لزق في الحله من تحت ده. انا من الحاجات اللي بعزها جدا الشبت، يعني شبت بحطه على الزبادي، على المايونيز، على الهريسه، على اي حاجه، ويبقى كده الواحد لما بيتفرج على التلفزيون يقعد معاه اي حاجه مثلا شيبس او ايا كان، او حتى بقسماط، بيبقى لذيذ قوي. كده كل حاجه طلعت من ايه، من الحله. هغطيها بس بالميه بس كده. عندنا شوربه وايت صوص سمك وجمبري. كده يبقى اخر حاجه هنحط البطاطس، وهنحط نص الذره، والنص التاني هنزوق بيه. نطفي النار بقى عليها خالص، خلي دول هنا نزوق بيهم، ونجيب طبق. ادي الطبق اهو، يا دوب هنسيبها دقيقه مثلا ولا حاجه، علشان تاخد طعم البطاطس، تاخد طعم الشوربه، وتاخد طعم السمك والجمبري. وبعدين هناخد دي كده، نطلع بقى السمك والجمبري علشان يبقى باين لحضراتكم في الطبق. وبعدين ناخد بالكبشه الشوربه نفسها. حتى يعني القطع الصغيره من السمك ابتدت تتفتفت، معنى كده ان احنا مطمنين تماما انها استوت. والبطاطس والشبت والجمبري والبصل، البصل ده لذيذ جدا ومفيد جدا جدا جدا. الجمبري
الذره الحلوه بقى هتطلع مع الكبشه الثانيه اللي بتطلع السائل او الشوربه، يعني بتتفتفت خالص اهي. كبشه اهي، ناخد بقى بالكبشه كده. عايز احاول اشوف الذره الحلوه دي راحت فين اهي. عايزين نشيلها من على النار لان بيفضل البوتاجاز سخن شويه. شويه شبت حتى بالايد كده، مش محتاجه يعني سكينه ولا اي حاجه. شويه من الذره الحلوه، ويبقى النهارده عملنا سمك بولتي مقلي بالسماء، وعملنا معاه شوربه سمك وجمبري بالذره الحلوه والبطاطس. الف هنا وشفا، واشوفكم حلقه جديده. باي باي. علشان كده لما بنحب نساعد اهلنا وناسنا بنروح لبنك التعاون المصري.